عزيزاتي المتتبعات، السلام عليكم. انا شيف روز للطبخ والحلويات، اتمنى لكم نهار مبروك، واتمنى كل اخوه والاخوات تكونوا بصحه جيده. اليوم وبحول الله جبت لكم تقسيم شهريه تاع 3 ملايين لست اشخاص. السيده هذه كما راكم تشوفوا فيها عندها ست اشخاص، كما تشوفوا الكومونتير تاعها راح نختصر لكم. تطلب التقسيم، قالت لك عندك عندها ولد واحد، قالت لك يطلب النقل 500000 مصروف كل شهر، يعني عندها كل شهر يمد 500000 تاع النقل. قالت لك ديري لي الفواتير 500000 كل 3 شهور. قالت لك الغريان الصغير، قالت لك عنده اللومجة الكوتيه كما يقولوا هذاك اللومجة، قالت لك 300000 يعني متمحنين معاه. يعني شوفي بالنسبه للاساسيات صحه الفواتير الماكلاش كل هذا الصوالح ياك، بصح كيما اللومجة حبيبتي لا ديري 300000 كاع. كاين وحده شي الوقت ثم وحده شي الوقت قبلكم كاع، ثاني هي كانت عندها اللومجة يعني بدا مخصصه 300000، قلت لها نقصي ديري 200000 برك اللومجة، ديري غير 200000 يا اختي وخدمي شي صوالح في دارك، مثلا خدمي لها المادلان، خدمي لها الكعك، حدمي الحوايج اللي يزيدوا فيه، هذيك ديريها في الدار. مي صح لا تجي ولا فيطاجي هذيك صح شريها من برا مدات ما جابت، بصح صوالح اخرى خدمي لها في دارك، في دارك من الافضل باش نقصي على روحك المصاريف. دوك انت يا مسكينه عندك ست اشخاص ما شاء الله، وعندك النقل 500000، عندك لي فاكتور، عندك الماكله المواد الغذائيه، عندك الفواتير، عندك وعندك الانترنت، وعندك كي نقولوا حنايا 3 ملايين يعني الله المستعان، يعني نقصوا شويه على ارواحكم. يعني هذا الفيلم هذا تاع اللومجه اللي خرجوا جدد الدنيا كانت بها بكري، ما كانتش بها، كانت مام السيده كي تحط ولدها ولا بنتها في كاش حضانه ولا كاش حاجه، ما كانتش مضطره انها دير ميزانيه خاصه غير اللومجه تتخلص الحضانه، بصح تعرف شي كيفاش يمشي، يعني راح نقص لك انت من اللومجه بس شويه تعرفي كيفاش تمشي في المصاريف باش تساعدك. كيما كتشوفي هنايا شنو راح ندير لك، راح ديري هنايا 3 ملايين تاعك، يعني الله المستعان الانسان يعرفوا يحافظوا على ارواحهم، يعني كل شيء راه غالي. السيدات تقدم راسها مالا قعدتي تبعي في الذراري قسما بالله تاكلها في يومين. ها وانا نخبرك سيغتو جيل تاع ضربك يحوس غير ياكل ويشرب ويلبس ويرقد، هذا ما يعرف. شوفي ديري 600000 مواد غذائيه، راكي تشوفي السيده هذه والسيدات هذو كاع جايبين يعني 600 ولتحت، كاين 600 570، كاين 530، كاين 500، كاين 600، يعني نقصي شويه جيبي غير الاساسيات. دوك نوري اختك وديري تدوير، ديري عاوني روحك وديري جدول وجبات ثاني، عاوني روحك حبيبتي وعرفي كيفاش تمشي في المصاريف، كيفاش تمشي اللي تبقى في النهار زيدي عليها حاجه في الليل. عرفتك نوريكم انا كيفاش الطرق اللي يمشي بها في داري باش يعني السيدات يعاونوا رواحهم. هنا يدري 600 مواد غذائيه، جيبي فيها ايزي سبريل دي عدد التدوير يخرجك حبيبتي 100%. اولي باش تشري داك ثلاثة اطر وتشريها كل شهر ب 73000 تولي، انا نبغي لك الجوده ما نبغيش هذوك اللي شويه ناقصين. هذا 3 اطر دير 73000، زاد شويه 73000. شريتي العدد التدوير شريت لك حتى 4 شهور حبيبتي، ولا كنتي مبذره شريت لك 3 شهور. هاي وينا ديري تاع لا ماشين ثاني، شري تاع 3 ايطر اللي بغيتي توب سيل ولا اللايف، يعني هادو هما اللي ملحنا في البلاد من الافضل. وديري العدد التدوير شهر تشري وشهر ما تشريش. طماطم كذلك ديري لها التجميد ثاني باش علبه تاع 400 غرام ديك تاع الرطل كيما نقولوا حنايا رايحه تشد لك كي نقولوا حنايا شهر كامل، يعني بشهاده كاع الاخوات اللي هم دايرينها. زيدي هنايا راح من الشهر الاول ديري كيما هكا، وراح على بالي جيبي العجل الجبن اللي تخدمي به ثاني في الدار. ركزي عارفه كيفاش تجيبي، جيبي الشامبوان تاع المحل اللي هذا راه يدير غير 12 حتى 15000، جيبي دونتيفريس ثاني راه يدير 12 15000، يعني مشي عارفه كي تخرجي برا عارفه كيفاش تشوفي المصاريف وكيفاش تمشي، مشي غير تمدي للراجل ولا تخرجي انت اللي تعجبك تشريها، مالا جات على الشري كاع الدنيا تعرف تشري. ديري 100 بيت خزين غير 100000 ونوعي فيها، نوعي فيها حبيبتي باش من على 8 شهور تساعدك ما توليش تشري كاع هذا القده تاع المصاريف، يعني اومو بعدا توفري 300000 كل شهر. زيدي ديري 400000 خضره، يعني مع راه جاي البرد شويه يعني تنقص المصاريف تاع الخضره ماشي كيما من يكون الصيف. هنايا كل 15 يوم دي 200000 كيما ندير انايا، وبزاف اخوات راهم يديروا كيما انايا. ما تبعيش هذوك لي كومونتير السلبيين، هذيك اللي فارغه شغل وتدخل تكومونتي بالسلبي كون تكوني طالعه جبل وتشوفك تهبطي، غير اصلا ما تطلعيش ماجي حتى تهبطي ما تطلعيش كاع من قوت هاد اللي يدخلوا كي نقولوا حنا المتطفلات
يدخلوه للقنوات ويبداو يديروا في الكومنتير السلبيه. يا اختي قولي كلمه مليحه ولا سكتي، ما عجبتكش الحاجه سكتي امو، بعدا لا تقعدي تكذبي وتقعدي ايوينا ديري ميتينه في حبيبتي وجيبي الخضره غير اللي ياكلوها وليداتك وديريها في الثلاجه 15 يوم وقعدي تتفقدي فيها تشد لك حبيبتي ما شاء الله. ايوينا كل 15 يوم دير 200000 ومع رجاء البرد تنقصي شويه من المصاريف تاع الخضره. ديري 150000 تاع الدجاج هذا تاع البرازيل ما شاء الله راه يدير 29000 ونص، كاع الاخوات شراوه والاخوه وكاع جبهم وبنين والله العظيم الا بنين افضل من المحلي وما يتقلصش الحجم نتاعها تقريبا يقعد هو هو. شفتوني انا طيبت به وريته لكم ما شاء الله وبنين ورخيص حبيبتي ويساعد الاسر كاع الجزائريه. راه اللي عندهم الدراهم انا شفتهم يشروه، يا اللي مترفحين مترفحين وراهم يروحوا يشروا هذا تاع 29000 ونص. تريش على الهضره زيدي ما نديرلكش الخبز، لازم تشري يا فرينه تاع 25 كيلو هنا في المصاريف تاع 70000، يا شري 10 كيلو فرينه يا 10 سميد، يعني باش تنقصي على روحك شويه المصاريف نتيا. زيدي ديري 100 تف تاع البيض راه يدير 50000 زوج بلاوات، يعني عرفي كي تمشيه. يعني هذا ديجا راني شاريه واحد دوك نوريه لك، يعني ثاني نوريه الاخوات غير دروك، راني جابه لي الطفل ولدي ب 50000. يعني للامانه تعرفوني انا يعني مانيش نهضر غير هباء. ها وين كيما كتشوفي مازال راه في الساشي، جاب لي بلا دروك، انا كل مره نشري بلا. ها هي وينا يعني في الشهر كامل هذا الزوج اللي شريته راح نكمل به الشهر. ها راكي تشوفي فيه، ها وين ها مازال راه في اللاب راه يدير ب 50000 اشري منه. شتيني راني وريتك البيض راه يدير ب 50000 يعني 60 حبه، عارفي كيفاش يمشي بها. زيدي تقدري حتى الطفل ولدك الصغير هذا اللي يدير اللومشة هذا تقدري تغلي لها حبه ولا زوج حبات بيض ديريهم لها في ديك لابواط، ديري لها شويه تاع خبز، ديري لها حبه مادلان خدمي في الدار راني دايره تكون في القناه، شري له وحده فيطاجي، تقدري تشري لها ثاني كذلك الا عندك شي حبه تاع ديسير ولا حبه انجاس ولا حبه تفاح من داك الرقيق الصغير هذاك راه يدير سايز ميل ثاني، يدري له حبه ولا زوج كونوا صغار، يعني سي غسليهم له مليح ونشفيهم وديريهم له في لابواط، وديري له قرعه تاع ما صغيره عمرها عم عندك في الدار وديريهم لها هي اوموان بعدا تنقصي على روحك شويه. هاموينا البيضه يدير 50000 فهنا 100 تف تجيب لك 60 حبه حبيبتي، ومع المصاريف الاخرى تعرفي كيفاش تمشي. زيدي ديري 60000 في حليب، حليب راح تجيب لك 60000 تجيب لك 24 شكاره، يعني هاي وينا 24 شكاره، كل مره شري 8 وكيبقوا لك زوج ولا عاودي دي كونجي كما وريتكم ديجا في الفيديوهات الاخرين، ديري في المجمد كيبقى لك زوج ولا عاودي جدي شري مشيهم حبيبتي على الشهر باش المصاريف تكفيك حبيبتي. زيدي بالنسبه للفواتير قلتي لي 500000 في 500000 في 3 اشهر، انا ندير لك 200000 كل شهر، 200000 كل شهر 200000 فواتير، عندك 3 اشهر عندك 600000، هاي تخلصي وتبقى لك 100000، هاي كتوفري 100000، هاي بدات 100000 توفر. زيدي الانترنت ديري تاع الدار، هاي وينه الانترنت، انترنت ديري تاع الدار كاين 135 جي تاع 135 وكاين 145 على حسب لي جيجا، وتخلصي لابونمون هاي ما تلحقلكش حتى 200000. هاي وينه تزيدي داك الصرف ثاني يبقى لك، اعطيه للزوج يركب به. زيدي اللي كيما بالنسبه للونجا ديري غير 200000، 200000 وشوفي روحك ديري كيما وريتك، اعطيه الماء من الدار، ديري له الحوايج هذه الكعك ولا حبه كعك ولا حبه مادلان، ديري له مثلا زوج حبات بيض غليهم له، على سما ياكل، كاين الطفل اللي ياكل البيض وكاين اللي ياكل غير حبه، انت على سما تشوفي ولدك ديري له حبه تاع ديسير من هذا رخيص، لانجاس ولا كي نقولوا حنا البعويد ولا ولا التفاح هذاك الرقيق هذاك تاع 16000، ثاني ديري له زوج حبات صغار ولا ديري له حبه انجاس تاع بعويد هذيك غسليهم له ونشفيهم له وديريهم له. لا بعدا درتي له الكعك ما ديري لهش الخبز، يعني تعرفي كيفاش تمشي روحك، مره مره شري له وحده فيطاجي، يعني انت هي تعرفي كيفاش تمشي، ماشي تخلي ولادكم يحقركم حبيبتي في المصاريف، قلت لك تجي لهذا قسما بالله كون ياكل هذا من ثم وينهض. هذه هي، هاي وين درت لك نقص لك، قلتي لي طفل عندك 500000 نقل، هاي وين عندك 500000 نقل للولد، هاي وين هذه ما نقدرش نخرب لك فيها باسكو النقل ما راكي ديجا راكي عارفه. هاي وينه شوف الفواتير دايره لك 600000 في 3 اشهر، هاي وينه تبقى لك 100000. زيدي هاي وينه اللونجا نقص لك 100000 حبيبتي، ديري له 200000 وديري كيما وريتك، شري له علبه ذوك كلهم يتباعوا تاع بلاستيك، هو اللي ديري له كيما وريتك، ديري جدول
وجبات، جدول وجبات يا حبيبتي يا حبيبتي، ويساعدي يساعد الاخوات، والله يساعدك يساعدك وبحول الله. هاي وينه ديجا بديتي نقصي 100 فهاي وينه؟ هاي وينه الانترنت عندك لي صوالحك، عندك اللونجة تاع الطفل هاي وينه؟ ثاني من يكون الصيف ولا يكون يعني بين يدو العطله في الصيف راكي تنقصي على روحك الدراهم، وخدمي في الدار الصوالح، من ياكل ولادك الكبار، من ياكل هذا الصغير، يدي معاه ديرو كيما هكا حبيبتي، ماشي تروحي انت يا تبغي تعاندي تعاندي ذوك المترفحات وتعاندي هذاك اللي تقلعها من جلدها ومنقصتها على عمرها وتبغي دير الزوخ قدام الناس. تيشوفي غير ولدك واش ياكل حبيبتي، وما الحضانات حبيبتي كون تجي تراعي كون يصيبو الشهريه يدوها عليك. هاي وين السينه في حليبوريتك ديري البيض، جيبي زوج في الشهر يعني 60 حبه. دجاج شري هذا اللي تاع الدوله ما شاء الله كاع رانا نشرو منه، قلت لك الناس اللي عندها الدراهم وراهم يشرو منه الخضره. ها هي وينه ديري الطريقه في الثلاجه كي تخزني في الثلاجه، الطريقه راها عندي في القناه، شوفي راني دايره شحال من فيديو، شوفي يا 15 يوم حبيبتي حاجه ما تخسرلكش. ساعه ساعه تفقدي يعني بنادمك ما يتفقدوش، راه هي يدود. ديري جدول وجبات حبيبتي بدل المصاريف، عجني انا ما نديرلكش الخبز باسكو عندك المصاريف. ديري بيت الخزين منوعي فيه كما شتي الاخت، راح يساعدك على 18 شهر وانت ديري فيه راح يساعدك. ديري التدوير، ادي 600 في النهار الاول وشوفي واش تجيب لك. يعني كي شتي الاخوات 600 ما تبعيش ديك اللي تكذب وتقول لك مليون، وديك اللي تكذب انا كون ندير مليون نجي فيه شهرين، نجي فيه السلعه تاع شهرين انايا. ها وما مرات كي تشوفوني انا قويت عارفيني بلي دايره تاع شهرين، ولا ديك المصروف هذاك النص تاعها ندير بيت الخزين. هذه هي سيدات يعرفوا كيفاش يمشوا، برك ما كتخربشوا على رواحكم. ايوان المصاريف كامل حبيبتي كما كتشوفي فيها هنايا راح تجيك 2,650,000. ها هي وانا 2,650,000 راح تبقى لك 350,000. ايوان يعني اللهم المستعان الزوج تاعك لا يكون يعني يعني من الناس اللي مثقفين وكل شيء، يعرف يخدم الانترنت ولا يعرف يخدم للناس، يعاون روحه شويه، يعرف يخدم مع الطلبه، يعاون روحه اللي عندها الميكرو ثاني يعاون روحه، يعني السيدات يعرفوا كيفاش يمشوا. هذه هي جاتك المصاريف يعني والله المستعان، يعني ما عندك كديري انت السيده باش تقدري توفري منها. هاي وين الفواتير درت لك 200 كل شهر، هاي وين الهدر حيت تخلصو تبقى لك تبقى لك 100,000. تعرفي كيفاش تمشي هاي وين في المصاريف هذو، تدي 600 النهار الاول وكي تكوني دايره قائمه سوالها غير اللي تسحقوها في الدار. هاي وين اللي ما ياكلهاش ولادك ما تجيبيهاش. بالنسبه للخضر كذلك جيبي غير اللي ياكلها وليداتك. الدجاج شري تاع الدوله، البيض راه 50 يعني شري زوج، شري المره الاولى شري 30 حبه ومن بعد عاودي 30 حبه، والحليب راني وريتك، والعجين عجني في دارك من الافضل باش تقدري تنقصي على روحك المصاريف. زيدي درت لك 150 ثاني، درت لك 150 في كماليات اموينه ثاني، عندك المصاريف كامل حبيبتي بجدول الوجبات 2,650,000. هاي وين حتى الكماليات ودرت لك 150,000 كي نقولوا حنايا. هاي وين راح تجيك 2,650,000. ايوا وانت يا سيده تعرفي كيفاش تمشي. هذه هي، وعاوني روحك لكان شي حاجه عاوني روحك، ثاني كاش خدمه في الدار ثاني عاوني روحك، يعني انت تفيدي وتستافدي خير من الرقاد. هذه هي. وبغيت نجاوب واحده شي اخت تما قالت لك الناس اللي عندها لي كوش والعليب كيفاش تقولي 500,000. يعني بزاف اخواتي يديروا لي التعليقات تقول لك انا عندي الحليب ولي كوش كلشي يجيني 500,000. اي بيتي تجي خير من هذو اللي عندهم الدراري صغار؟ يعني انت يا باب بركه ما تدخلوا الفيديوهات وتقعدوا تكريتيكو في الناس، انت يا محبطه حبطي غير نفسك واستعيني بالله باش يروح منك هذا الغل وهذا لا. دوك النساء يقول لك انا تجيني 500,000 ولا كاين اللي تقول لك تجيني 600,000، انت اش دخلك انت كتصرفي عليها؟ ايه الهو في رواحكم، كل وحده لها في روحها، دخلي دي افاده ولا شدي فمك. انا عندي هذه هي، انتوما فيكم فيس تبغوا تحرموا تبغوا غير تحرموا على خياتكم. هي مسكينه تلقيها شويه مقلقه من المصاريف وتجيها تدخلي لها انت تقول لها كي بيجيتي خير منها انت، هي الهي غير في روحك هذا مكانه. انا تبان لي هذو اللي يدخلوا القنوات ويديروا كيما هكا يحبطوا المتتبعات، هذو باينه فيهم ناس يا مرضى يا ناس فارغين شغل يا اصلا ماهيش دايره دار يا راجلها حاقرها. هذه هي راجلها باينه حاقرها كوما حاقرها ما تشغلها هنايا في القنوات. هذا هو المصاريف حبيبتي، شوفي حتى الكماليات درتهم حبيبتي وعرفي كيفاش تمشي. هاي وينه راح تزيد ثاني راح تبقى لك 100,000، معناها بلي راح توفري شهريا بال 100,000 اللي تبقى لك من الفواتير تلحقي حتى 450,000 في الشهر، وانت تعرفي كيفاش تتحايلي، تعرفي تنقصي منه وتزيدي منه، رايحه ان شاء الله تستافدي. ونتمنى الاخوات يدعموني بالجيم ويشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.